Dear second secondary, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's Mr. Ahmed Mahmoud with you today to introduce a new mathematics lesson. Today, inshallah, we have Algebra Unit 2, Lesson 3. The lesson is called the inverse function. Inshallah, lesson دوت هيكون related بس لطلبة العلمي, ملوش علاقة بطلبة الجزء الأدبي. Inshallah, في lesson دوت هتعرف the meaning of the inverse function. How can we find the domain, we range of the inverse function, and we are going to solve applications on solving problems about the inverse function. Let's start the lesson. الاول عايزين نعرف الـ meaning of الـ inverse function. في عندنا some functions لازم الـ function تكون 1 to 1. الـ functions ديت ينفع يكون ليها inverse function, concept اسمه الـ inverse function. امتى؟ الـ inverse function معناه ان انا بعمل reverse للـ rule وفي نفس الوقت بعمل change للـ domain والـ range. يعني الـ domain والـ range بيتعكسوا ما بين الـ function الاصلية وما بين الـ inverse function. طيب تعالوا ناخد example عشان نفهم concept الـ inverse function. For example, لو أنا عندي set x و set y, طيب وكونت function, الـ function دي اسمها f. الـ function ديت included elements, for example الـ 1 والـ 6, طبعا الـ 1 من الـ x والـ 6 من الـ y, والـ 2 والـ 7, الـ 2 من الـ x والـ 7 من الـ y, الـ 3 والـ 8 من الـ x والـ y, الـ 4 من الـ x والـ 9 من الـ y. طيب الفانكشن ديت لو عملت لها ريبريزنتيشن بالارو دايجرام بيكون بالشكل ده, هنا هتبقى الاكس وهنا الواي وهنا الاليمنتس اوف اكس وهنا الاليمنتس اوف واي. طيب هنعمل كونكت ال1 وال6 وال2 وال7 وال3 وال8 اند ال4 وال9. الفانكشن ديت اقدر اقول عليها ان هي 1 تو 1 فانكشن. طب ايه السبب؟ هي اولا فانكشن لان every element from x has one image in y. طب هي ليه 1 تو 1؟ لان every element in y has only one connected with element in x. يعني كل element في ال y connected مع element واحد بس في ال x. يعني لو في element في ال y connected مع اكتر من element في ال x يبقى دي كده not one to one function. يعني باختصار كل element مع element قصاده يبقى دي كده one to one. طيب ال domain في الحالة ديت بيكون هو ال elements of x اللي هي 1 و 2 و 3 و 4, والرينج في الحاله ديت اللي هو الاليمنتس اوف الايمجز اوف ال1 وال2 وال3 وال4 اللي هم ال6 وال7 وال8 وال9. طيب في الحاله ديت بنقول it is possible to determine an inverse function from y to x. ده كده دي ساتسفاي للشروط بتاعه الانفرس فانكشن. ايه هي الشروط؟ ان هي لازم تكون 1 تو 1 فانكشن. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ اولا ايه السيمبل بتاع الفانكشن الأصلية اسمها f, إنما الانفرس فانكشن بتكون سمبلايزد ب السيمبل دوت اللي هو f of negative 1, where f of negative 1 of y equal x. يعني عملت سويتش ما بين الx والy. طيب في الحالة ديت f of negative 1 إيه اللي بيحصل فيها؟ أنا عندي الفانكشن الأصلية 1 و 6, دي هتبقى هنعمل سويتش لل 1 وال 6 هتبقى 6 و 1, 2 7 هتبقى 7 و 1 7 و 2, 3 و 8 هتبقى 8 و 3, 4 و 9 هتبقى 9 و 4. يبقى دي كده الانفرس فانكشن اوف الفانكشن f. طيب في الحاله ديت برضو هيكون ايه الدومين اوف الاف؟ هنا طبعا دي كده الانفرس فانكشن, عملت سويتش ما بين الاكس والواي, هنا الواي الاليمنتس بتاعتها من 6 ل 9, والاكس في الحاله ديت دي كده من 6 ال 1 و 7 و 2 و 8 و 3 و 9 و 4. طيب هنا الدومين هيكون هو ال 6 وال 7 وال 8 وال 9, والرينج هيكون ال 1 وال 2 وال 3 وال 4. لو لاحظنا هنلاقي ان الدومين اوف اف اتعكس وبقى الرينج اوف الاف داش, والرينج اوف الاف اتعكس بقى هو الدومين اوف الاكس الاف داش. يبقى ده المينينج اوف الانفرس فانكشن, ان انا بعمل سويتش للرول وبعمل سويتش للدومين والرينج.
طيب بعد شوية طبعا هنتعرف ازاي نعمل سويتش للرول، بس دلوقتي تعالوا نتعرف على شكل الانفرس فانكشن جرافيكلي. فور اكزامبل، لو انا عندي اكزامبل بالشكل ده، فانكشن بالشكل ده، الفانكشن ديت هقدر اقول عليها 1 تو 1. ليه 1 تو 1؟ لان انا لو عملت كده الهوريزونتال لاين دوت، الهوريزونتال لاين تيست، اللاين ده انترسكت الفانكشن في 1 بوينت بس، فدي كده بنقول عليها 1 تو 1 فانكشن. طبعا كلنا عارفين ان ده الاكس اكسس وده الواي اكسس. طيب الانفرس فانكشن هيبقى شكلها ايه؟ احنا هنعمل سويتش ما بين الاكس والواي، فالفانكشن هيبقى شكلها كده. طبعا الكلام ده مش هيحصل ان انا اعكس النمبرز، انا بس عايز اقول لكم الشكل الانفرس فانكشن. طيب يا ترى الفانكشن ديت ينفع تكون يعني الشكل الجديد ينفع يكون انفرس للفانكشن الاصليه ولا لا؟ الشكل الجديد احنا دي اصلا فانكشن ولا لا؟ لو عملنا الفيرتيكال لاين دي كده فانكشن، طالما اللاين الجديد بعد ما عملت له سويتش اتحول وبقى برضه فانكشن، يبقى دي كده الفانكشن ديت هاز انفرس فانكشن. طب ليه هاز انفرس فانكشن؟ لان هي في الاصل 1 تو 1، يبقى ذير از ان انفرس فانكشن فور اف. السبب because the function f is 1 to 1، يبقى لو الفانكشن f 1 to 1 ينفع يكون ليها انفرس. طب تعالى ناخد اكزامبل ما ينفعش يكون ليها انفرس. الفانكشن ديت اصلا not 1 to 1، لو عملنا كده الفيرتيكال لاين تيست هيبقى انترسكت الفانكشن في 2 بوينتس، فالفانكشن ديت not 1 to 1. فلو عملت لها سويتش زي ما عملت للاولانيه، فايه اللي هيحصل لما نعمل الفيرتيكال لاين تيست؟ دي كده not function، لان هنا الايمج بتاعت البوينت ديت ليها تو ايمجز، فدي كده اصلا نوت فانكشن. يبقى الفانكشن ديت ذير ازنت انفرس فانكشن فور اف. السبب ايه؟ ان هي از نوت 1 تو 1. يبقى ده كده اللي قدامي دوت اللي بيعرفني ليه الفانكشن لازم تكون 1 تو 1، لان لو عملت سويتش للفانكشن لو مش 1 تو 1 اللاين الجديد او الكيرف الجديد مش هيكون اصلا فانكشن، فعشان كده دي ملهاش انفرس فانكشن. طيب هناخد دلوقتي اكزامبل على الانفرس فانكشن والرول. فايند ذا انفرس فانكشن فور ايتش اوف ذا فولوينج. نمبر 1 f of x equal to x plus 5. احنا اخدنا من شويه ان هو لو مديني الدومين والرينج ان انا اقدر اعمل سويتش للدومين والرينج. طيب لو هو مديني الرول بس، ازاي اطلع الرول بتاع الانفرس فانكشن؟ طيب طبعا الحقيقه انا اقدر اطلع الرول بتاع الانفرس فانكشن باي جيسنج، لكن طبعا لازم ناخد طريقه للكلام دوت. طيب هنا طبعا بنعتبر ان الاف اوف اكس هي الواي، فهنا الواي ايكوال 2x بلس 5. اللي هيحصل ان انا هعمل سويتش الاكس والواي، يعني هعمل ريبليسمنت للاكس والواي، يعني بوتينج اكس ايكوال 2y بلس 5. اللي حصل ان انا عملت ايه؟ هنا بدلت الاكس وكتبت مكانها واي، وبدلت الواي وكتبت مكانها اكس. طيب انا دلوقتي عايز الواي ان تيرمز اوف اكس، يعني عايز ابتدي اخلي الفانكشن تبدا بالواي، هيبقى هو ده الرول بتاع الانفرس فانكشن. طيب اول حاجه هنعملها هنعمل سند للفايف السايد الثاني بالنيجاتيف، فهتبقى 2y ايكوال اكس ماينس 5. طيب بعد كده هنعمل سند لل2 بالديفايد، يبقى الواي ايكوال x minus 5 over 2. يبقى ده كده الرول اوف الانفرس فانكشن، يبقى كده الواي او الانفرس فانكشن equal x minus 5 over 2، يبقى f of negative 1 of x equal x minus 5 over 2. طيب example تاني، y equal او 8 او ال f of x equal 8x power of 3 minus 1. طبعا ده الواي. طيب هنعمل replacement ما بين الx وما بين الواي، يعني putting x equal 8y power of 3 minus 1. طيب دلوقتي انا عايز الفانكشن ديت in terms of y in terms of x، فاول حاجه هنعملها هنعمل sending ل minus 1 السايد الثاني بالبوزيتيف، فهتبقى 8y power of 3 equal x plus 1. طيب هنعمل sending ل ال 8 السايد الثاني بالديفايدد، فهتبقى x plus 1 over 8، او ممكن نخليها 1 over 8 x plus 1، يبقى y power of 3 equal 1 over 8 x plus
1 بالشكل ده. طيب هنعمل سند للباور 3 السايد الثاني بالكيوبيك روت، فهتبقى y equal كيوبيك روت 1 over 8x plus 1. طيب كلنا عارفين ان الكيوبيك روت 1 over 8 equal 1 over 2، يبقى دي كده هتبقى الy equal 1 over 2، والكيوبيك روت لx plus 1 هتفضل كيوبيك روت x plus 1 بالشكل ده. يبقى دي كده الانفرس فانكشن اوف 8x power 3 minus 1 هتبقى half كيوبيك روت x plus 1. يبقى دي كده الانفرس فانكشن. كده تعرفنا ازاي بنعمل ايدنتيفاي للرول اوف الانفرس فانكشن عن طريق ان انا اعمل ريبليسمنت مكان الاكس ومكان الواي. طيب تعال ناخد اكزامبل على الجراف اوف الانفرس فانكشن. فايند ذا انفرس فانكشن اف اوف اكس ايكوال 2x minus 3، يعني عايز الانفرس رول الانفرس اوف الرول دوت، اند ريبريزنت ايتش اوف ذم ان ذا سيم فيجر. طيب هنبدا الاول نعمل ريبريزنتيشن للكيرف دوت بس طبعا هحتاج التيبل. هنعمل تيبل الاول، هنكتب x والf of x، وهنا هنكتب 0 1 و 2. طيب مكان الx 0 يبقى 2 times 0 minus 3 equal negative 3، وبعد كده 2 times 1 minus 3 equal negative 1، بعد كده 2 times 2 minus 3 equal positive 1. طيب الكلام ده هنعمل له representation على الجراف، هيبقى 0 ونيجاتيف 3، 1 ونيجاتيف 1، 2 اند 1. طيب هنعمل كونكت للالمنتس للبوينتس ديت، هيطلع ستريت لاين بالشكل ده. طيب تعالوا بقى دلوقتي نتعرف على الفانكشن ديت، الانفرس اوف الفانكشن ديت. f اوف x هنسميها y، فهتبقى y ايكوال 2x minus 3 بالشكل ده. هنعمل by replacing the two variables x and y، يبقى هنكتب x equal 2y minus 3 بالشكل ده. طيب هنعمل sending لل negative 3 السايد التاني بالpositive، هتبقى 2y equal x plus 3. هنعمل sending لل 2 بالdivide، فهتبقى y equal x plus 3، يبقى هنا y equal x plus 3 over 2. طيب دي كده الانفرس فانكشن اوف اللي هي f of negative 1 equal x plus 3 over 2. طيب عايزين بقى نعمل representation للفانكشن ديت graphically. هنعمل table وهنكتب x و y 0 و 1 و 2 زي ما احنا متعودين. 0 plus 3 over 2 هتطلع 1.5، 1 plus 2 over 3 هتطلع 2 plus 3 over 2 هتطلع 2.5. يبقى هنا 0 1.5 هنا، 1 و 2 هتبقى هنا، 2 و 2.5 هتطلع في المكان ده. هنعمل كونكت للبوينتس بالشكل ده. طيب لو لاحظنا يا ولاد ان هنا ال 2 ستريت لاينز هنا، طبعا دي ده الاف وده الاف اوف نيجاتيف 1. لو لاحظنا هنا ان انا لو رسمت لاين كده وهمي بالشكل ده، هنلاقي ان التو لاينز سيمتريك اراوند اللاين دوت. تاني هنلاقي ان الاف والاف داش او الاف اوف نيجاتيف 1 هنلاقي ان هما سيمتريك اباوت اللاين دوت. يعني ايه سيمتريك اباوت اللاين ده؟ يعني اللاين ده كانه الاكسس اوف سيمتري للتو لاينز دولت. طب هو اللاين دوت لو لاحظنا هو هنا باسس ثرو ال 0 0 وال 1 1 وال 2 2 وال 3 وال 3 وال 4 وال 4 and so on. اللاين ده يا ولاد هو عباره عن y equal x، ده الايكويشن y equal x. ودي ريمارك مهمه جدا ان الاف اند الاف اوف نيجاتيف 1 each of them is image of the other by reflection in the straight line y equal x. طبعا الطريقه ديت ممكن جدا نستخدمها لو جاب لي جراف وطلب مني اني اعمل ايدنتيفاي للانفرس فانكشن عن طريق الجراف، يبقى عن طريق اللاين دوت. طيب تعالوا بعد كده هناخد ريماركس مهمه، البروبرتيز اوف الانفرس فانكشن. طيب اول بروبرتي معانا الفانكشن اف والفانكشن اف اوف نيجاتيف 1، لو سمينا التو فانكشنز دولت اف وجي، لو two functions f and g are said to each of them is inverse function of the other then
لو two functions دولت inverse to each other ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي يا اولاد ان الفانكشن f composite of g اللي هي بنسميها فوج هتبقى equal الفانكشن g composite of f اللي هي بنسميها g او f في الحالتين دولت هيطلع equal x يبقى الفانكشن f in terms of g والفانكشن g in terms of f هما الاثنين equal x ده هنستخدم الريمارك ديت او البروبرتي ديت لما يطلب مني prove ان التو فانكشنز ار inverse to each other يبقى نستخدم البروبرتي دي يبقى دايما بيكون الفانكشن f او g والg او f الايكوال بتاعهم بيكون x. طيب دي اول بروبرتي معانا. البروبرتي الثانيه ودي احنا قلناها من شويه ان الدومين اوف f الدومين اوف f بيكون ايكوال ايه؟ بيكون الرينج اوف f اوف نيجاتيف 1 والعكس الرينج اوف f بيكون ايكوال ايه؟ بيكون ايكوال الدومين اوف f اوف نيجاتيف 1 يبقى دايما بنعكس الدومين والرينج للتو فانكشنز. تعال ناخد اكزامبل مهم جدا. Determine whether each of the two functions f and g is inverse function to the other or not in each of the following. طيب اول function معانا f and g اول حاجة هنطلع حاجتين هنطلع ال f o g وهنطلع ال g o f لازم الاتنين دولت يكونوا equal ولازم يكونوا equal x. طيب افتكروا معانا ال f o g يعني بتبقى ال g inside ال f او بتبقى ال g هي ال x بتاعت ال f يعني تعالى هنا في ال f هنشيل ال x ديت ونحط مكانها الرول ده كله يعني هناخد الرول ده كله وهنكتبه مكان ال x يعني هتبقى 2 وبتوين براكتس وهنكتب x plus 3 over 2 هنا minus ال 3. طيب تعالى نعمل simplify للكلام دوت هنكنسل ال 2 مع ال 2 هيبقى هنا x plus 3 minus 3. طيب هنكنسل ال 3 مع ال 3 يبقى الكلام ده طلع ب x يبقى احنا كده طلعنا ان f o g equal x. طيب تعالى نشوف g o f. طيب g o f هتبقى equal ايه؟ هناخد الرول ال 2x minus 3 وهنكتبه مكان ال x بتاعت ال g يعني هنا ال g o f يعني ال g function of f. طيب هنبدأ كده هنشيل ال x ونحط مكانها 2x minus 3 الكلام ده plus 3 over 2. طيب بعد كده انا عندي هنا نيجاتيف 3 بلس 3 هيبقى ايكوال 0 وبعد كده هتبقى 2x 2x over 2 هنكنسل ال 2 مع ال 2 هتبقى ايكوال 1 يبقى هنا في الاخر الفاينل انسر هيكون ايكوال 1 يبقى كده وصلت لان ال f او g ايكوال ال g او f الكلام ده ايكوال x يبقى هنا h of f and g is inverse of a inverse function of the other. طيب هناخد example number 2 f of x equal x power of 2 plus 4 in which x greater than or equal 0 يعني هو مديني الدومين اللي الدومين هنا of the function ديت ان يكون ال x greater than 0 يعني ما اقدرش استخدم البارت التاني من الفانكشن اللي هو ال x smaller than 0. طيب ال g of x equal square root x minus 4. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ انا عايز f o g و ال g o f ولازم يكونوا equal x. طيب نبدأ الاول بال f o g. ال f o g يعني ال function g inside ال f يعني ال f function of g. طيب بمعنى ان انا هاخد الروت ده كله وهكتبه مكان ال x فهيبقى bracket power of 2 زي ما احنا شايفين كده وهنكتب جواه square root x minus 4 الكلام دوت plus 4 هنكمل الفانكشن عادي. طيب بعد كده كلنا عارفين طبعا ان ال square root all power of 2 بيتكنسل يعني كده هنكنسل ال square root مع ال 2 هيتبقى عندي x minus 4 plus 4 هنكنسل ال negative 4 plus 4 together يبقى الكلام ده equal x. طيب تعالوا بقى ناخد الجزء الثاني اللي هو ال g o f. ال g o f يعني ال g function of f الكلام ده معناه ان انا هاخد الرول ده وهكتبه
in place of x. يبقى هنكتب سكوير روت كبير ومكان الاكس هنكتب x power of 2 plus 4 بالشكل ده، وبعد كده هنكمل minus 4. طبعا هنا plus 4 minus 4 equal 0 square root x power of 2. طيب square root x power of 2 احنا عارفين ان هو equal absolute x. طيب يا ترى دلوقتي دي x ودي absolute x يعني مش equal، بس هو هنا محدد لي، احنا كلنا عارفين ان الابسوليوت بيبقى ليه two conditions، يا اما x يا اما negative x. طيب x امتى؟ لما تكون x greater than or equal 0، ونيجاتيف اكس لو الاكس less than 0. طيب هو هنا بيقول لي ان الاكس greater than 0، يبقى انا هستخدم الاكس، يبقى ده معناه ان since ان الاكس greater than or equal 0 يبقى ال جي او اف هتبقى equal x بس. طيب ده معناه ان ال اف او جي equal x وال جي او اف equal x، يبقى ال two functions inverse to each other. طيب تعالوا ناخد example مهم جدا. In each of the following figures, draw the same figure, the curve of the inverse function. في طريقتين لإن أنا أرسم الـ inverse function of the function دي. طبعًا هنا أنا مش عندي رول. طيب، الـ points هنا، الطريقة الأسهل يا ولاد، في طريقة عن طريق الـ line y equal x، وفي طريقة تانية إن أنا مثلًا عندي الـ point ديت، الـ point ديت 2 3، والـ point ديت negative 2 و 4. طيب، لما أعمل ريفرس للبوينت ديت 2 3 هتبقى 3 و 2، يبقى الانفرس بتاع البوينت ديت هتبقى 3 و 2، 3 ونطلع فوق لل 2. طيب والانفرس بتاع البوينت ديت نيجاتيف 2 و 4، الانفرس بتاعها هتبقى 4 ونيجاتيف 2، يبقى همشي 4 وانزل تحت للنيجاتيف 2. لو عملت كونكت بتوين ال 2 بوينتس دولت هيبقى بالشكل ده. يبقى هنا الفانكشن دي اول طريقه. طب ايه هي الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه انا كده خلاص حليت. الطريقه الثانيه ان انا ارسم اللاين دوت اللي هو 0 0 1 1 and so on، اللاين ده اللي هو اسمه y equal x، اللاين ده اللي هو y equal x، وابتدي اعمل ريفلكشن اراوند اللاين دوت. بس انا شايف طريقه البوينتس اسهل بكتير من طريقه اللاين، لان انا ممكن البوينتس ما يبقاش الريفلكشن بالنسبه لي واضح. طيب ناخد اكزامبل تاني، الكيرف ده. طيب الكيرف دوت انا محتاج احدد بوينتس محدده عشان اعمل لها ريفرس. هنا البوينت ديت واضحه، وهنا باس ثرو البوينت دي والبوينت دي. البوينت ديت نيجاتيف 1 0 والبوينت ديت 0 1 والبوينت ديت 3 و 2. طيب الانفرس بتاع البوينت ديت هتبقى الانفرس بتاعها بدل نيجاتيف 1 0 هتبقى 0 ونيجاتيف 1، 0 ونيجاتيف 1 يعني هنا في المكان ده. طيب الانفرس اوف 0 و 1 هتبقى 1 0 هتبقى هنا في المكان ده. طيب الانفرس ل ال 3 وال 2 هيبقى 2 و 3، 2 و 3 هتبقى هنا في المكان ده، يعني الكيرف هيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طيب يبقى ده كده الانفرس فانكشن اوف الجيفن فانكشن. طيب الطريقه الثانيه ايه هي؟ اني ارسم اللاين واي ايكوال اكس وابتدي الكيرف اعمل له ريفليكشن على اللاين دوت. دي يبقى احنا كده عندنا طريقتين تو فايند الجراف اوف الانفرس فانكشن. طيب هناخد بعد كده اكزامبل مهم. f of x equal 1 over x minus 2 plus 3 find the domain with range of f. طيب و f of negative 1 of x ال inverse function of x و determine the domain with range of f of negative 1. طيب في طريقتين، طبعا انا دلوقتي اقدر اطلع الدومين بسهولة جدا. الدومين هيكون equal r minus 2. طب ليه r minus 2؟ لان هنا ال zeros of the denominator اللي هي ال 2، يبقى هنا r minus ال 2. طب ازاي اطلع الرينج؟ الرينج انا عندي ثلاث طرق اطلع بيهم الرينج. اول طريقه واسهل طريقه ان انا طبعا احنا حافظين الجراف اوف الفانكشن ديت. نفتكر كده، ادي الاكس اكسس والواي اكسس. طيب الفانكشن ديت هي فراكشنال فانكشن.
طيب الفراكشنال فانكشن كنا بنطلع الفيرتكس بتاعها، الفيرتكس اللي هو ال2 وال3، والكلام دوت شرحناه قبل كده بالتفصيل. يبقى هنا ال2 وهنا ال3. طيب وهنرسم كده images بالشكل ده imaginary على اللاين على البوينت دي. طيب بعد كده دي طبعا عارفين شكلها كان بيبقى بالشكل ده في first وال third quadr. دي الفراكشنال فانكشن. طيب الفانكشن ديت الدومين بتاعها r minus ال2، والرينج بتاعها r minus ال y axis كله ما عدا ال3. يبقى هنا الرينج هيبقى r minus ال3. دي اول طريقة نقدر نعرف بيها الرينج، طريقة الجراف. طيب افرض هو دلوقتي مدي لك فانكشن ومش عارف توصل للجراف بتاعها. الطريقة التانية اني اقدر اوصل لها باي جيسنج. يعني ايه باي جيسنج؟ انا دلوقتي كل الريل نمبرز افيلابل. طيب ناخد نمبر اكسبت ال2، ناخد نعمل ريبريزنت ريبليسمنت هنا بال2 لو امكن. طيب ال2 هنا انا مش هقدر اعمل سبستيتيوشن هنا، عشان هنا هتبقى 1 اوفر 0، مش هقدر اعمل سبستيتيوشن. طيب هنجرب نمبر قبل ال2 ونمبر بعد ال2. قبل ال2 ناخد ال1 مثلا، يبقى هنا 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1، 1 اوفر نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1 بلس 3 ايكوال 2، يبقى هنا هتبقى ايكوال 2. طب ناخد نمبر بعد ال2 اللي هو الفوق ال3، وهنا 1 اوفر 3 ماينس 2 ب 1، 1 بلس 3 ايكوال، يعني هنا عشان بس تتخيلوا كده انا بعمل ايه، المفروض ان انا هنا عندي جاب عند ال2 وما اقدرش اعرف ال2 بكام. طيب لو استخدمت 1 وهستخدم 3. طيب ال1 هتديني الايمج بتاعتها هتديني 2، وال3 الايمج بتاعتها هتديني 4. يبقى هنا ال2 الايمج بتاعتها ما بين ال2 وال4 اللي هي ال3، يبقى الار كلها وذاوت ال3. طبعا دي طريقه تانية لو مش قادر اعرف الجراف، لكن انا شايف الجراف اسهل. في طريقه ثالثه ان انا اطلع الاف اوف اكس الاول الانفرس اوف الفانكشن ديت واطلع الدومين بتاعها. يعني ايه الكلام ده؟ هنشوفه بعد كده بالتفصيل. انا هعتبر دي واي، والكلام ده لسه هشرحه. هنعمل سند هنبدل الاكس والواي، فهتبقى كده x equal 1 over y minus 2 plus 3. هنودي ال 3 السايد التاني، يبقى 1 over y minus 2 equal x plus 3. طيب x minus 3 سوري. طيب بعد كده هنعمل cross multiplication لان دي over 1، هتبقى y minus 2 equal 1 over x minus 3. هنودي ال 2 بالplus، يبقى ال y equal 1 over x minus 3 plus 2. طيب الدومين اوف الفانكشن ديت هو الرينج بتاعنا اللي احنا عايزينه. الدومين هنا هيكون ايكوال r minus ال positive 3، هو الرينج اللي احنا عايزينه. دي طريقه ثالثه ان انا اطلع بيها الرينج. يبقى انا كده قلت 3 different ways to identify الرينج. نكمل الجزء بتاعنا. بعد ما طلعنا الرينج الدومين والرينج اوف الفانكشن ديت، هنعمل replacement للاكس والواي، وده طبعا اللي انا شرحته دلوقتي. هتبقى بدل الاكس والواي هنبدأ هنبدلها، هتبقى x equal 1 over y minus 2 plus 3. هنعمل send لل 3 سايد التاني بالماينس، تبقى x minus 3. هنعمل cross multiplication، تبقى ال y minus 2 equal 1 over x minus 3، ده اللي انا كتبته هنا دلوقتي. بعد كده هنعمل send لل 2 سايد التاني بالبوزيتيف، يبقى 1 over x minus 3 plus 2. طيب هنا يا ولاد ال f of negative 1 هتكون equal 1 over x minus 3 plus 2. طيب الدومين of ال f of negative 1، هو احنا كده طلعنا الدومين والرينج للفانكشن الاصلية. طيب الدومين of ال f of negative 1 هيكون هو الرينج بتاعنا of ال f ال r minus ال 3. طيب والرينج of الفانكشن الانفرس فانكشن هيبقى هو الدومين of الفانكشن الاصلية r minus ال2. هناخد example جديد. f of x equal x power of 2 plus 8x plus 7 where x greater than negative 4. طيب find the domain والrange وfind the inverse function والdomain والrange. طيب اول حاجة
في الفانكشن ديت الشكل ده انا ما اقدرش اطلع لا الدومين ولا الرينج بالشكل ده. طيب احنا الاول لازم في الاول طبعا دي بولينوميال فانكشن فسهل اطلع الدومين، لكن الفكره في الرينج. النمبر ده يا اولاد لازم عشان اقدر اطلع الرينج بسهوله لازم احوله لبيرفكت سكوير. طيب ازاي احول ده لبيرفكت سكوير؟ نعمل كومبليت للبيرفكت سكوير. طيب ازاي؟ اول حاجه بنطلع الثيرد تيرم لازم نعمل كومبليتنج للسكوير. ازاي؟ الثيرد هنا بيكون ايكوال الميدل باور اوف 2 اللي هو 8 باور اوف 2 اوفر 4 تايم الفيرست. تاني الميدل باور اوف 2 اوفر 4 تايم الفيرست، الفيرست اللي هو 1. يبقى هنا الفيرست هنا الثيرد نمبر لازم يكون 16 عشان ده يكمل ويبقى بيرفكت سكوير، يبقى الثيرد نمبر لازم يكون 16. طيب هو ده كده مش 16 ده 7، يبقى ناقص لها 9 يبقى هزود لها 9. طيب ما ينفعش اعمل ادنج لل 9 كده، هنعمل بلس 9 ماينس 9 عشان كده تبقى الفانكشن مظبوطه. كده البارت ده بالنسبه لي هو البيرفكت سكوير. يبقى تاني انا عملت بلس 9 وماينس 9 عشان اكمل البيرفكت سكوير. طيب الترم الاولاني اكس والترم والميدل ترم 8x والثيرد ترم هنا هيكون بوزيتيف 9. طيب بوزيتيف 16. طيب روت الفيرست اكس وروت ال 16 4، يبقى في النهايه ده هيبقى ايكوال اكس بلس 4 اول باور اوف 2. ما ننساش النيجاتيف 9 اللي موجوده هنا لازم نكتبها عشان تبقى الاكسبريشن مظبوط. يبقى انا كده عملت كومبليتنج للبيرفكت سكوير. طيب يبقى الفانكشن ده الفاليو بتاعها. طيب الفانكشن ديت جرافيكلي بتبقى بشكلها كده. هنا طبعا الفيرتكس هتكون بالشكل ده، هنا النمبر اللي يخلي ده 0 نيجاتيف 4 ونيجاتيف 9. طيب الفيرتكس هتبقى نيجاتيف 4 ونيجاتيف 9 هتبقى بالشكل ده، هنا نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 9 هيبقى ده الفيرتكس، ودي هتبقى يو شيب بالشكل ده. طيب الدومين اوف الفانكشن ديت هيكون ايكوال الدومين اوف الفانكشن ديت عشان هو قايل لي اكس جريتر ذان نيجاتيف 4، يبقى انا هاخد بس الجزء الجريتر ذان نيجاتيف 4، يبقى من نيجاتيف 4 لانفينيتي كلوزد. طيب والرينج اوف الفانكشن ديت بيبدا من هنا، هيبقى من نيجاتيف 9 تو انفينيتي. يبقى هنا الدومين من نيجاتيف 4 كلوزد لانفينيتي والرينج من نيجاتيف 9 لانفينيتي بالشكل ده. يبقى هنا الاكس جريتر ذان نيجاتيف 4 والواي جريتر ذان النيجاتيف 9، يبقى الدومين من نيجاتيف 4 لانفينيتي والرينج من نيجاتيف 9 لانفينيتي. طيب دلوقتي كده احنا وصلنا خلاص للدومين والرينج، هنعمل اكسشينج للتو فاريبلز عشان اقدر اوصل للاكس والواي. هنبدل هنا الاكس والواي عشان نقدر نجيب الانفرس فانكشن. طيب هنا يا اولاد هتكون الاكس ايكوال واي باور اوف 2 بلس، هنا هنبدل هنا هنكتب الاكس هتبقى واي باور اوف 2 بلس 8 واي بلس 7. طيب زي ما احنا عارفين الاكسبريشن دوت هنزود ال 7 ديت هنزود لها 9 ونعمل سبتراكت 9 فدي هتبقى 16 ماينس 9، يعني انا زودت 9 وعملت ماينس 9 زي ما عملت فوق هنا. طيب ده كده الاكسبريشن ده بيرفكت سكوير. روت الفيرست اللي هو واي وروت السكند اللي هو 4 هتبقى واي بلس 4 اول باور اوف 2 ماينس ال 9، هنزلها عادي. ده كده الانفرس فانكشن. طيب هنودي بقى ال 9 السايد التاني بالبوزيتيف، يبقى كده واي بلس 4 اول باور اوف 2 ايكوال اكس بلس 9. طيب هنعمل سند ل الباور 2 السايد التاني ب الروت، بس هنا طبعا مش هنعمل بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. ليه مش هنعمل بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت؟ لان احنا قايلين هنا في الاصل ان الاكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 4، يعني انا هاخد البوزيتيف بارت من الروت دوت. يبقى هنا روت اكس بلس 9
والغير نيجاتيف اور بوزيتيف. طيب يبقى هنا هنعمل سند للفور السايد الثاني بالنيجاتيف، يبقى الواي ايكوال روت اكس بلس 9 ماينس 4. طيب يبقى كده الانفرس فانكشن اف اوف نيجاتيف 1 هتبقى روت اكس ماينس 9 بلس روت اكس بلس 9 ماينس 4. طيب الدومين اوف الفانكشن ديت اوف الانفرس فانكشن هيبقى هو الرينج الاصلي، هتبقى من نيجاتيف 9 لانفينيتي. طيب والرينج اوف الانفرس فانكشن هيبقى هو الدومين اوف الفانكشن الاصليه، هيبقى من نيجاتيف 4 لانفينيتي. عندنا اكزامبل اخير f of x equal to plus square root 3 minus x. طيب find the domain والrange والf of negative 1. طيب اول حاجة هنقول ان الy equal to plus root 3 minus x. طيب مش كلنا عارفين الانفرس، او مش كلنا عارفين الجراف of الروت بيبقى عامل ازاي. طيب دي نعرفها ازاي؟ الدومين انا اقدر اطلع الدومين من غير جراف، لان هنا المفروض ان ال 3 minus x تكون greater than or equal 0. لو عملت وديت ال 3 السايد التاني يبقى negative x greater than or equal negative 3. عملت divided by negative 1 هتبقى x smaller than or equal positive 3. طيب يبقى ده الدومين of الفانكشن، x هتبقى smaller than 3. طيب ازاي اطلع الرينج؟ عن طريق ان انا اعمل تيبل كده، هنا ال x smaller than or equal 3 يبقى هنبدأ مثلا ب 3 و 2 1 مثلا. طيب لو ال x ب 3 هتبقى 3 minus 3 0 و 2 plus 0 ب 2. طيب لو ال x ب 2 3 minus 2 ب 1 3 minus 2 ب 1 وهنا 2 plus 1 equal 3. طيب لو ال x ب 1 هتبقى 3 minus 1 ب 2 root 2 ب 1.4 plus 2 هتطلع 3.4 and so on. واضح جدا ان الدومين less than 3 الرينج 2 3 3.4، يعني من 2 لانفينيتي. يبقى هنا الواي هتكون greater than or equal ال 2، وده كده الرينج اوف الفانكشن ديت. طيب في طريقه تانية للناس اللي عارفين الفانكشن ديت جرافيكلي، هنا 3 وهنا 2 في الشكل ده، والفانكشن بتكون بالشكل ده، يبقى الاكس greater than 3 والواي greater than 2. طيب ده كده للناس اللي عارفين الكيرف اوف السكوير روت. طيب كده احنا قلنا طريقتين للفانكشن ديت. نرجع تاني للدومين اللي هو هيكون نيجاتيف انفينيتي وال 3 زي ما احنا قلنا من شويه، والرينج هيكون greater than or equal 2 يعني من 2 لانفينيتي. ده كده الرينج اوف الفانكشن. طيب هنعمل exchange للتو variables عشان نقدر نطلع بقى الانفرس فانكشن. طيب فهنا هنبدل، هتبقى هنا ال x equal to plus 3 minus y root 3 minus y. طيب هنا طبعا هنعمل switch لل x وال y، فهتبقى هنا ال y هي اللي less than or equal 3 وال x هتكون greater than or equal ال 2. طيب في الحالة ديت هتكون هنعمل send للتو السايد التاني بالنيجاتيف، يبقى root 3 minus y equal x minus 2. طيب هنعمل send للروت السايد التاني، نعمل power 2 للتو سايدز، يعني السكوير روت هيروح السايد التاني power 2، يعني 3 minus y هتكون x minus 2 all power of 2. طيب هنعمل send لل 3 السايد التاني بالماينس، يبقى negative y equal x minus 2 all power of 2 minus 3. طيب هنعمل تشينج للساين، يعني الواي هتبقى ايكوال 3 minus x minus 2 all power of 2، يعني عملت تشينج للساين. يبقى دي كده الاف اوف نيجاتيف 1 اوف x هتبقى 3 minus x minus 2 all power of 2. طيب فاضل دلوقتي الدومين والرينج. الدومين اوف الاف اوف نيجاتيف 1 هيكون هو الرينج هنا، اللي هو هيكون من 2 لانفينيتي. الرينج هيكون من نيجاتيف انفينيتي ل 3 closed. And this is the end of the lesson. I hope it was helpful. See you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.